الحقيقة كل الاهتمام بهذه المباراة، بس مش على الجانب الفني، لكن كمان حرص السيد السفير هاني صلاح سفير مصر في السودان على حضور كمان المران الختامي للفريق اللي أقيم عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء اللي هيستضيف إن شاء الله مباراة الغد أمام الهلال السوداني. كمان حضر المران وفد من السفارة بيضم كل من المستشار ريم الدهشان والمستشار نور الدين البنا والمستشار رضوى خليل والمستشار كمان عثمان مجد. الحقيقة كمان على مستوى الاستعداد على المستوى الفني حرص طبعا مارسيل الكرة النهاردة في أو قال في المؤتمر الصحفي وأكد أن مباراة الهلال السوداني مباراة صعبة بكرة بإذن الله، وفي طبعا الجولة الثانية دور المجموعات هي أول يعني مشاركة أو أول مباراة لينا في دور المجموعات، وهو اتكلم إن دوري أبطال أفريقيا مهم جدا بالنسبة له وإحنا هنلاعب فريق كبير. وكمان من خلال المؤتمر الصحفي يمكن كولر قال إن مباراة الأهلي والهلال السوداني إنه فريقه عائد من المونديال للأندية ولعب على مستويات عالية جدا اكتسب من خلال هذه المشاركات الفريق طبعا المزيد من الخبرات، ورغم صعوبة المواجهة بكرة على لسان كولر لكننا يعني عكفنا على الاستعداد واستعدينا بشكل جيد جدا للمباراة. كمان كولر أوضح إن الفريق لم يمر بأي تذبذب في المستوى مؤخرا زي ما بعض الناس بتقول، ولكن يعني هو اتكلم قال ان احنا دخلنا على مباراة ريال مدريد بشكل جيد جدا وأدينا مباراة جيدة كمان امام فلامينجو البرازيلي في مونديال الأندية. واكد كولر ان الاهلي يعني اظهر شجاعة كبيرة جدا في الماتشين دول سواء على مستوى الريال وفلامينجو، وكان ند جدا في الملعب وقدم مباراه كبيره امام فريقين كبار على المستوى العالمي. كمان كولر قال ان الفريق يمكن حصل على قسط من الراحه بعد كاس العالم للانديه، ولاعيب الفريق يعني بيمتلكوا خبرات كبيره جدا جدا في التعامل مع ضغط المباريات، واحنا زي ما بنتكلم مباريات مضغوطه بشكل كبير جدا، النادي الاهلي بيخش في معارك وبطولات كثيره جدا، وأكد أنه هو يعني بيحترم المنافس بشكل كبير جدا، وأن شخصية النادي الأهلي دايما بتكون حاضرة في تلك المباريات وتلك البطولات. وقال أن لعبة النادي الأهلي لديهم القدرة على التعامل مع كل المواقف الحقيقة، وما بيركزوش في مباراة بعينها بشكل أساسي، ولكن طبعا في طموحات كبيرة جدا على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الإدارة الفنية ومجلس الإدارة في هذه البطولة. مشوار إن شاء الله هيبدأ بكرة أمام الهلال السوداني. كمان كولر الحقيقة أشاد بمهاجم النادي الأهلي، ودي نقطة مهمة جدا جدا بس عايزين نقف عندها، لأن كولر أكد إن هم نجحوا في خلق هجمات وفرص كثيرة جدا جدا في مباريات كبيرة على مستوى ريال مدريد وفلامينجو في كأس العالم للأندية. والحقيقه هو بيقول ان المهاجمين يحسب يعني خلق الفرص وتألق المهاجمين يحسب للفريق للكامل طبعا. كمان بيأكد على قوه مهاجمي النادي الاهلي، وخاصه انه لا يوجد مهاجم يتمكن من تسجيل كل الفرص، لكن كمان هي دي رساله كمان مهمه جدا جدا صدقوني لمهاجمي النادي الاهلي. يمكن في الاسابيع اللي فاتت كان يمكن تواصل او كولر كان بيتكلم بشكل احترافي بشكل كبير جدا، يقول انا عندي مهاجمين كويسين لكن انا اطمح برضو في مهاجم بمواصفات معينه، ولم يقلل ابدا ابدا من قدرات المهاجم النادي الاهلي بشكل كبير. والنهارده بياكد دوت بياكد وبيثني على كل مهاجمي النادي الاهلي، وبيقول احنا عندنا مهاجمين جيدين جدا جدا، وان خلقنا فرص او خلقوا فرص كثيرة للتسجيل. عايز أقول لحضراتكم هي كانت مشكلة الفينش، مشكلة ودي الأهم في كرة القدم، إنك إزاي الفرص اللي بتتخلق فرص كثيرة جدا جدا وإنت بتلعب ريال مدريد وبتلعب فلامينجو إنك تترجم هذه الفرص لأهداف. فالحقيقة كولر كمان الحقيقة بيرجع الثقة، لو بعض مهاجمي النادي الأهلي فقدوا الثقة شوية، لا كولر النهارده في حديثه بيرجع الثقه ليهم ويقول انا عندي ثقه كبيره جدا جدا في المهاجمين اللي عندي. وخلي بالكم في عالم الاحتراف، يعني انت لو بتتكلم على كل الانديه على مستوى العالم في وقت من الاوقات بيكون عندهم دروب في الحته دي. المان سيتي بجلاله قدره كان عنده مشكله في الراس الحربه ممكن حلها بهالاند شويه،
دلوقتي بنتكلم على مستوى ليفربول قد ايه الفرص بتخلق، مفيش حد بيسجل اهداف. وبالتالي لو في بعض الناس بتشوف ان دي مشكله كبيره، هي مش مشكله كبيره ان شاء الله، زي ما بنقول النادي الاهلي قادر باذن الله خلال الفتره اللي جايه انه يحقق بطولاته، والتارجت اللي عندنا ان شاء الله يعني هنوصل له بشكل او باخر باللعيبه اللي عندنا، لان عندنا لعيبه عندها امكانيات كثيره جدا جدا وكبيره جدا جدا. قد يكون هناك في اضافات لبعض العناصر او المراكز دي اللي بيبحث فيها اداره النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله هيتواصلوا فيها بشكل جيد باذن الله بدايه من الموسم القادم. فعايز اقول لكم ما تقلقوش على النادي الاهلي، احنا ماشيين ان شاء الله باذن الله في الخط الصحيح.